تفاصيل أكثر عبر الهاتف. ينضم لنا دكتور أحمد السيد أحمد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أحمد صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليك رامي وصباح الخير عليك يارا. يعني الدولة المصرية وتحديدا أيضا الدبلوماسية المصرية والخارجية المصرية لا تتوانى في بذل الجهود والحديث بشكل فعلي عن خطوات الحل للقضية الفلسطينية. من هذا اللقاء الذي جمع وزير الخارجية بنظيره الفرنسي، كيف تقرأ الجهود المصرية حتى اللحظة دكتور أحمد؟ في الواقع رامي أن هذا اللقاء وهذا بين وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الفرنسي تأتي في سياق أحد مسارات التحرك المصري في دعم الشعب الفلسطيني وحقوق المشروعة، هو حشد الدعم الدولي وفي اتجاه دعم الفلسطينيين، في اتجاه كشف جرائم الاحتلال، في اتجاه ممارسة مزيد من الضغوط على الجانب كان قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان. فرنسا تمثل دولة مهمة سواء في المحيط الأوروبي، وهي دولة مهمة أيضا وعدوا صاحبة فيتو في مجلس الأمن الدولي، ونعرف أن فرنسا حولت موقفها كثيرا في الشهور الأخيرة، يعني حتى قرار قبول عدوية فلسطين في الأمم المتحدة والذي يعني استخدمت أمريكا الفيتو ضده وافقت عليه فرنسا. هذا بيعني أن هناك تضامن كبير وتماهي ربما تقارب في المواقف بين فرنسا وبين الرؤية المصرية في ضرورة الحل السياسي الشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الحدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الدوامة المستعرة من العنف التي يدفع ثمنها الأبرياء والمدنيين. تأتي أيضا هذا اللقاء وهذا في سياق مركزية الدور المصري وحرص الأطراف المختلفة خاصة الجانب الفرنسي أو غيره من المسؤولين الدوليين على التشاور مع القيادة المصرية ومع انطلاقا من دور مصر في دعم الاستقرار ودعم التهدئة، لأن مصر الآن هي التي تقود طيارات أو يعني مسار التهدئة على كل المسارات، يعني في بالتزامن مع هذا التحرك السياسي والتحرك على المستوى الدولي لأجل دعم الدولة الفلسطينيين. هناك أيضا التحرك المصري المكثف والحشيش للتوصل إلى صفقة وهدنة لوقف إطلاق النار، وقف نزيف الدم الفلسطيني في إطار طبعا فكر أولويات الدولة المصرية. ومصر قدمت تقدم المقترحات والمواد رفع المفاوضات، وبالتالي هناك لابد كما قال وزير الخارجية هناك مرونة من الطرفين للعمل على التحرك قدما ووقف هذا العدوان، وقف نزيف الدم، إدخال المساعدات الإنسانية. وأنا في اعتقادي أيضا هذا جزء من الرؤية المصرية الشاملة. ويعكس أيضا أن لا تمر لحظة أو وقت أو دقيقة أو يوم أو ساعة إلا وأن القضية الفلسطينية دائما هي في قلب أجندة السياسة المصرية سواء على مستوى الرئيس السيسي الذي في كل لحظة حقيقة يتشاور يتحرك، أيضا على مستوى الدبلوماسية المصرية، وكل هذا بيعكس حقيقة حرص الدولة المصرية على دعم الفلسطينيين على يعني التحرك السريع على كافة المسارات لوقف هذا العدوان الذي يعني كل يوم يؤدي إلى مزيد من الضحايا الفلسطينيين كما نرى على شاشات التلفزيون. دكتور أحمد أكيد الحديث بقية حول السيناريوهات المرتقبة خلال الأيام القادمة، بشكرك على وجود حضرتك معنا دكتور أحمد سيد أحمد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.